السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الماضية عدت كونفيغوراسيون بدي لينك بارك اللي نعدو على تبي لينك ينخرصوا يعني شنو الأمور اللي تعود شتونا اللي نبيه في تدخل سابق ندخل اللي يدير أدمين باسورد أدمين هون اللي يجيك هاي الواجهة. هذا الروتر استخدمته كروتر ثاني يمتي الانترنت مع الروتر الأصلي وذاك عندهم اللي اعدادات خاصه تعدل. المهم نارك اللي نعدلوا اعدادات الانترنت نضغط على كيك ستارت بعد ذلك رن ويزارد بعد ذلك نكست بعد ذلك نكست بعد ذلك نختاروا بيب نكست. شفت هنا 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 انتم عندكم دو روتر، الروتر الاول في الانترنت دور الروتر الثاني تم بث الانترنت تديروا هذه بريدجد مود. يقال ما نارك نرجع نديروا نكست هون اللي نخلوه يزر باسورد خلوه ما في شيء هون ديزو ثمانية نديرو بلا صفر خمسة ثلاثة قرشتو هون فم فروقات فم بريدات ما يعود فيها ما تتذكر كان في اس ميكس ولا ال سي. المهم بدو نحاول مع في اس ميكس نشوف 035 نديرو نكست لين نخلو المودر باس نكست نكست. كما تشاهدون الان دون خرسو كان الانترنت تجي اداك نضغط كيت ستارت كومبليزن نضغط كلوز لين نقيسو ستاتيو خرسو كان الانترنت جات كما تلاحظون الانترنت راهي 2047-1022 دات ريت لين نديرو خرسو جوجل لا يوتيوب نديرو فيسبوك لا كاع كورا نورمال قاعدين جوان شتو هون جات نو انترنت مع الانترنت ما جات لين نخرصو لين نحاولو نو انترنت اوكي ما عندنا خلق قضية اللي نعدلو احنا نرجعو رينو وزارد نكست 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 لين نديرو زيرو نخلو بيبو هاي نفس نكست 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 بعد ذلك نكست يستاتي خلصوا هنا بعد كل شيء اب 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 نشوف خلصوا عندي مرحله كره شو كان الانترنت تجي كيت ما تلاحظوا الانترنت رجعت معنا عن كان علينا اختيار الخيار الاول انا ادركم نكست مره اخرى نكست معنا كان علينا نختاروا هذا الخيار بي بي او ال ال سي اوكي نضغط اكزيت وكما تلاحظون الانترنت ها هي مسابقات أخبار رئيسية نتأكدوا كان الإنترنت جات ندير كورة منكم لينكس هون نشوف هذه تيبي لينك إنترنت أكسس تشوفوا إنترنت تيبي لينك كونكتد مع الإنترنت جات. شكرا كان معكم عبد الودود والشيخ.